الدنيا بطمة مكياجها جميل جدا جد احترافي. أنا شفت واحد الفيديو هي كتدير المكياج لراسها مكياجها احترافي جدا. ومعروف أن المكيوز اللي عندهم في البحرين هما لي توب مكيوز في العالم العربي. دونك مكياج ديال دنيا سي لو توب. ابتسام تسكات ما تحتاج تحط مكياج بزاف باسكو زوينه بزاف. بعد الخطرات تيظلموها بلو مكياج ما كيبرزولهاش الملامح ديالها. هي جميله جدا. سلمى رشيد تعاملت معها حتى هي زوينه جميله ملامحها جميله جدا. وحتى هي تقدر تخرج بلا مكياج ومكياجها صحيح. يعني ما عنديش تعليق على المكياج ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.